هذا انت؟ انا مسوي الماء. ايوه بالله الجلسه دي انا ما بيها. تعال هنا تكاك يا اخي. الله يتك. خلاص نفس الجلسه يوميا يوميا يوميا. الله تطيح ولا تكاك هنا. خلاص تطيح عادي والله. اهم شيء غير جلسه غير. كرسي بحشي الله يبي وجهك يا ابو وكمسك. كان تامر على رقبه يا ابو حنين. سواد فعولي سواد قلبك يا وجه وكيف يسوي بالزمن. ايوه انا اشهد انك معك اخوان. ايوه انا اكرم محمد مو الله يعافيك. طيب طول شويه. طيب لا يا عبد الرحمن عشانك متعافي. مرحبا ومسهلا حياكم الله. بسم الله. يا ويلا تعال يا ولد. يا ويلا اجتماع يا ولد. كل ما قاله يا ابو عشك تحب. انت ابو نايف ارتاح ودير حوم. قهوه خلاني. ما ادري. صيح عليه صيح عليه. يا نادر اجتماع راح راح راح. اسمك اسمك يا رسيك. يمكن الولد نايم شيء. يمكن زعلان. يمكن زعلان. تعديني في مشعل يقولون الولد متضايق عشان كذا ما طلع بس. يمين يمين هناك متضايق داخل. تبغى شو تبغى؟ الله اكبر. الله يجزاك خير. يا ابو حنيف. جا جا مشعل. مشعل. ها سلمان ابو ملهي. اجتماع هنا قلت والله ما ابدا الا ابو سعود زميل الثانوي لابد ان يكون موجود. للحين توي عارف زميل الثانوي توي عارف نادر بن سعود. لا خلاص ولا عدم خلاص. ايش فيك يعني 88 معك انت 79 معك اليوم ولا كذا؟ لا من زمان خابر ليه؟ خلاص تري ايش قصدك؟ ما فهمت كذا. لا والله والله النص. لا والله كيف مزاجك؟ والله يا ولد ليش تو استذكرك اليوم يعني؟ ما ادري عنك. لا لا من زمان اقولها ولا لا اقولها ما فهمت. زي ما تقولها كيف اللي 88 معك اليوم انت وقت 7 اليوم اني معك؟ الشيء راجع لك يعني. وينك طوال الفترة الماضية يا ابو مرعي؟ فعلا مع احترامي الشخصي الصعيد لك يعني. الصعيد؟ الصعيد ونعم بأهل الصعيد. صعيد ونعم. خذ كرسي خذ كرسي في كرسي. خذ كرسي وانا اخوك خذ. والله ما في كراسي في طاولة. الان ايش في؟ لا في كرسي هنا عند ابو نايف. من قائد الاجتماع؟ شيخ القرية. الموضوع بسيطة جدا. اسلم يا شباب. حنا اليوم في فترة عظيمة، فترة نقطف فيها ثمار الجهد اللي أديناه على 80 يوم. بطل. لا 88 88 لو سمحت. لا في ناس اعطبوها بعد 80. خلنا على 80 كلنا كنا كويسين وقتها. لا خلها 88. لا انت من اللي اعطبوها بعد 80. خلونا نكمل على 80. انا والله نادر بن سعود من اول يوم الى يوم حالي. رقم الهويه كم؟ ليه ليه تعدد الاسم؟ طيب انت تقول عطفته بعد 88 انت شفت مني اي شيء عطفت فيها؟ الموضوع كالاتي. تكلم على الجميع بشكل عام. بشكل عام اوكي بشكل عام. اوه تفضل. دون تخصيص يعني. تفضل. 80 يوم هي ناوي على الجميع. وش استفدت منها يا ابو شاب؟ كيف حالك اجتماع؟ ثقة في شوف اخوة النشامة نبي شيء يعني. استفد منها يا ابو نايف قوة الصبر. الصبر. يا سلام. هذه الرسالة ذي عميقة ترى بس أليته مبطنة. وين حالك كل ما قالوا يا عيشك تحت؟ والله استفدت يا أبو نايف الثقة في النفس. الله أكبر. والجد والاجتهاد والكفاح. صحيح. الكفاح طال عمرك. وكذلك الصبر يعني إيش معنى صبر؟ وشكرا يعني شوف إنك أبو داح. تفضل. أنا اكتشفت واكتسبت التغاضي. تغاضيت عن من يا عبد الرحمن؟ من بعض الاشكال. اوه تشرع لاحمد حنيف هل حصل من الشيء الفتره اللي راحت؟ حصل شيء بس انا احمد تغاضي ما اتكلم ترى. انا قلت احمد ابو حنيف بيني وبينك شيء ابو حنيف؟
التغاضي. الله اكبر عليك يا عيد. تفضل تفضل يا مهلا. انا العاد ايه ايه والله شوف يعني صراحه يعني استفدت. انت تقول استفد حقه ابو جابر اشياء كثير والله، بس يعني عطنا منها. طيب ابرزها فن اللامبالاه. الله اكبر، يعني الناس يقرون كتاب البرتقالي ذاك ياخذون فتره على ما يخلصون. انت اكتشفته هنا؟ هنا هنا والله انت عيشه هنا. فن اللامبالاه وانك تكون صبور. وش؟ أشياء كثير. وإيثار وتأثر على نفسك. خلك من إيثار. هذه. وحنا نكثر الكسي فيه بس. لا لا ما أنا أقول لك أشياء كثير بس أبرزها يعني اللي أنا فن اللامبالاة والصبر و ما أدري الواحد يشوف. تفضل. أكثر شيء استفدت من برنامج قوة النشام ما شاء الله. أكبر عليك. أكثر شيء استفدت من البرنامج اللي هو الصبر على بعض الشكليات. على بعض ايش؟ الشكليات. لا ليه تطلع في ابو عشك؟ من هو من الشكليات. انا ما عندي مجامله يا ابو، انا قايلها من اول يوم بالاستديو والحين اقولها بعد، وعادي اقولها بكره بعد. وش تقول؟ انا قلت اني انا ودي انتي برايم الاسبوع الجاي عشان اطلع. وانا صراحه انا ودي انك ما تاخذ شيء من البرنامج. اعوذ بالله. اي ما رزقي مو بعليتك. لا جد مو بعليتك. حتى انا رزقي مو بعليك. مو بعليتك رزقي. نفس الشيء. لا انا قلني صابر، انا ما دخل رزق. تبي تطلعني انت من المنافق؟ لا لا تبي تطلعني. ايش دخل طلعك من المنافق؟ لو سمحت هذا موضوعي انا بتناقش الحين. بتناقش فيه الصبر. خليه يسمعني انت تدير الحوار. خليه اسمح لنا ابو عشيق يسلم. لا 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 ما اسمح لي. لا اسمح لي. هذا والله العظيم من عدم احترام حتى لك انا. اسلم. الصبر وكيف تغير نفسيتك بنفسك. كيف يصبح المرء مليونيا. بس طيب. أبو سعود أتغشم في زماني وأنا ماني غشيم، واسبح العوجة وكأني سمعت إزعاجها. يا سلام. الله أمسية شعرية. ممكن أمسية. نعم ممكن طالك البيرق إن شاء الله. الله يوفق. أنا اكتشفت يا حبيبي بأني رجل صبور بما تعنيه الكلمة. كلكم صابرين أنتم يا عرشي. ليش طالب أحمد الحنيف؟ هذا أولا. لا أبو حنيف هذا ابو حنيف من الاشخاص اللي يصير على القاع وتطهر حتى لو كانت وصفه. طيب هذا اولا. ثانيا اكتشفت ان مو باي كلمه ثائره ترد عليها. كلمه الليدر على الطريق تحزمت تطريق كل عائد على راسك. لا والله والله. والشيء الثاني او الثالث، لو كل ما قيل ابن الخيل هم سامعنا ما عاد سلم حد منا على الثاني. يا سلام. الامور بسيطه. طيب الحين كلها ان شاء الله فتره بسيطه وسنغادر واذارككم جميعا. طيب احنا الحين في حاجه ما ادري تتفقون معي فيها ولا. وما هي؟ هل الصبر بعض الاحيان نوع من الضعف؟ لا لا قوه. افتح لها. وليس السكوت نوع من الضعف. هو علل لي. رجع الصبر. هل الصبر بعض الاحيان نوع من الضعف؟ لا. وهل السكوت عن الرد نوع من الضعف يا استاذ جميل؟ خلني بعض الاحيان نعم. صبر افتح الفرج. افتح الفرج. حلو. الصبر قوه. طيب يعني ما تيد ان بعض الاحيان نوع من انواع الضعف؟ لا. الصمت عن بعض البشر يعتبر جود. هذا تحت سقف ايش؟ الصمت عن بعض البشر يعتبر جود. ما كله الدنيا جنون. جنون للولد. اسلم. فالصمت دائما تحت الصبر. ما حنقول الصبر. فمن الصبر. ايه. والصمت عن عن بعض البشر. معجب لنا مجد صح. مجد الصبر. هل ترى بعض الاحيان نوع من انواع الضعف؟ مالك مسوي يا ابو سعد. انك يعني تسكت عن بعض الامور، تتغاضى عن بعض الامور. الصبر قوه الا ان يكون عند حقك. عند حقك لا. نعم. وقفينه خلاص ان الرجال بيكتب. وفي خلاص بسم الله الرحمن نرجع النقطه قبل الطن خلاص خلاص. لا لا لا. ويدخل تحت الصبر ان عدم ردك للشخص ترى يعتبر بعض الاوقات مذل. ايوه يعني موجب عليك تسكت. يا سلام. دنعه. والله ودي النص يا مشعل لو سمحت صب لي قهوة. الصبر قوة والصبر يا طويل العمر. قهوة. مفتاح الفرج والصبر. تبي هبلك.
مستحيل خلصتوها يعني؟ يعني كوبين كبيرة. ربي أوصى على الصبر. يلا الله صبر. يطول عمرك. حلو. يمكن ترد رد يقيني حياتك ولا يسبب لك مشكلة هو يطلعك بصورة غير حسنة اجتماعية. أتوقع أني أتكلم يعني أحب أنوه لك. لا لا معلش. طيب الله يسعدك. أبشر. هذا اللي عندي وأنا أشوف أن الصبر يا أخي سبحان الله قوة. صح. طيب أحب الله يشوف يعني دبينا عيوب كلنا ودنا نكون مثل صبر. نعم. مثل إيش؟ مثل صبر أيوب. نعم. فهذه خصلة. نتمنى إن كلنا يعني يكون عندنا صبر زي صبر أيوب. فأنا أشوف إن الصبر هذه يعني مو كل واحد يقدر يصبر. صح. يعني الواحد اللي يصبر هذا أعرف إنه شخص يعني. أتوقع إني أتكلم صح؟ أنا قاعد أتكلم نفسي. أنا أتوقع ما رفعت صوتي. كما تدين تدع. لا لا ما أدري. والله أكبر والله أسمع. أكبر. لا أنا ترى قاعد أكلم نفسي. أنا أتوقع لا لا صوت قف الكاميرا. فأقول لك الصبر والله هذه قوة في البني آدم إذا قدر إنه يسيطر على نفسه ويصبر. وصبر جميل والله المستعان. الصبر حكمة. قبل أن يكون قوة فهو حكمة. من الصبر ممكن أنك تدير كثير من الأمور بعقلك. فأنا أشوف أن الصبر له ضعف العكس حكمة وقوة وسيطرة. زلزلة زلزلة بيتين تكبر. والله الصبر ما أدري وش أقولك يعني. أنت إن لم تكن صبور على أي أنا في حكمة في بالي نطبقها على نفسي. إذا أنت ما كنت صبور على أشياء كثيرة فأنت تعتبر لا تستحق العيش في هذه الحياة. لأن الصبر هذا شيء معتاد إنه مفتاح الفرج. بس إنك تصبر على أمور واجد هذه الحالة غلا. أو تتحمل كل ما يجي عليك من عواقب ذي الدنيا من أمور واجد. الصبر حكمة. إيش هذا؟ الصبر مثابة. الصبر شيء فيه قبول للشخص. أبو جابر بدأ. الصبر في بعض الأحيان ضعف. إذا نتكلم عن رأيي. كل مرة خطأ وانصح. الصبر في بعض المواقف ضعف. أبعطيك مثال. الضرر اللي يلحق ما تصبر عليه. لأن صبرك ضعف. وإذا بنستدل بأمور كثيرة في الدين وفي عرف. كلها تقول نفس الكلام. ليش ما يكون الصبر تسامح؟ كثرة التسامح ضعف. كثرة التسامح ضعف. لا أنت حدد. ليها الأنبياء ما كان لهم الخيار الأول اللي هو كان لهم الخيار الأول اللي هو رسالة اللي هو يرسلهم الله بها في بداية الأمر بتسامح. إذا ما نفع هنا وقتها الأمر الثاني. موسى عليه السلام ليه ما وصل مرحلة مع فرعون بدأ وقتها واجه وصل مرحلة إني واجه عندما ألقى العصا واجه السحرة اللي جابهم فرعون قالوا إنه مغرقون. يا سلام يعني يقدر يقول أصبر. هنا وقتها اتخذ مرحلة المواجهة. الصبر في بعض الأحيان ضعف. في بعض الأحيان تعدي على حقوقك. في بعض الأحيان تعدي على الشيء اللي أنت تقدره. الصبر له مواقع. اتخاذ الأمر واتخاذ ردة الفعل لها مواقع بعد. لكن الحضيض اللي يوزن بين الثنتين. أنا قصدي الصبر ترى على أمور الحياة ما قصدي الصبر في مشاكل. حتى طيب احنا نتكلم عن أمور الحياة. طيب اضرب لي مثال. أنا أعطيك مثال. قل له الله أبو حنيف صل على النبي. تفضل أبو. أنت يا جميل أعطني مثال. قل إنك أنت يا فلان صبرت على حاجة وصرت أنت ضعيف فيها. أنت يا فلان؟ أي شخص يا أخي اضرب مثال علي أنا كمثال. لا ما نضرب مثال عليك. أضرب مثال على شخص أعرفه. صبر على إيش وصار فيها ضعيف؟ صبر على كلام يرمى عليه. أيوة. صبر على أمور تعترض له. طيب. إلين اتخذ بعد 3 شهور موقف أنه يضرب اللي يتكلم هذا. انتهى الموضوع.
انتهى خلاص. انا اعطيك مثال رده فعل. لو انه صبر انتهى من ناحيه بياخذ له سنه سنتين ثلاث هو على نفس الحاله. ايوه فالصبر كان ضعف له ما كان قوه. لطمه ذاك لطمه 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 اليوم ويوم لطمه اصبح قوي. ليش اوصل مرحله التلطيم؟ ما اصبح قوي وقف. شوف 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 لا ناجر مو بشرط ضرب لي. شوف انت ما راح تعيش في الحياه هذه بريشه و و ها ايه ريشه كذا ريشتين ما راح تطير ولا راح تصير حمامه سلام في العالم. العالم غابه اذا ما انت بقد الغابه. رضا الناس غايه الا تترك. فالقوم ياكل الضعيف يا اخي. رضا الناس غايه الا تترك. ايش دخل رضا الناس انت يا اخي؟ كل كلمه بيجي يا اخي تدري يا اخي القيري عشق عندك القيري عشق. لا لا يا اخي ليه المرتبه اللي ورا وسخه؟ طيب يا اخي اضرب لي مثال. طيب خلاص قل لا اله الا الله. كل كلمه تنقال برد عليها. لا اصبر لكن في حد للصبر يا اخي. ابرد على في حد للصبر يا ولد. انا برفع من قامي يا اخي. استاذ نادر يا اخي طالب وكل اللي عنده وجهه نظر. استاذ نادر طيب دقيقة. سألني بأبو سارة دقيقة يا رب. قل لا قل لا شوف شوف يا أخي بضرب لك مثال عني أنا يا ناد. دقيقة أبو جابر سأل علبي. بضرب لك مثال عني أنا كما وجدت. أنا حاول تسكت جلبك في الجنة. أنا أتكلم أنا لو لا عكس. أنا يا ناد عندي شخصية لو طلعتها على كل كلمة بتنقال لي اقسم بجلالة الله اني لا حنا راح ادمر مستقبل شخصي. افصل يا نادر حنا ما قلنا كل كلمة. حنا قلنا الصبر. الصبر متى توصل مرحلة الصبر انك تتجاوز مرة ومرتين وثلاث. هنا انت تبدأ تسمي نفسك صبور انك قاعد تصبر على الامر ذا. لكن زيادة الامر ضعف. توقف الامر عند حد بأي شكل. اما تعطيها في العالم وضعية حمامة سلام ما راح تعيش. القوا ياكل الضعيف الدنيا. لا لا المؤمن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لا صار لا. وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت دقيقة دقيقة وفي نفس الوقت لا صار الكلام موجه لك. ما ادري شو الموضوع. لا خلينا نسمع ابو عشر. اسلم اسلم طيب. لا صار هذا البرنامج برعاية السيف جاليري آي ثوب للخياطة الرجالية آي أكلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة تمتع بالطعم الحقيقي للشاي شاي ثلاث تسعات شاي عالمي. من أجدادنا تعلمنا فعل الخير ومن آبائنا تعودنا على الأناقة. في كل عام نتحمس للثوب الجديد وهالسنة ثوبنا من آي ثوب يزيدنا أناقة. سبعة يظلهم الله في ظله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق لله تعالى فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه مع بكة الخير. تصدقوا معنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. تخيل أنك تجاور الرسول في الجنة علشان كفلت يتيم. وبكم؟ 300 ريال للشخص الواحد وب600 للوالدين. ساهموا معنا في وقف بكة الخير. الله يكتب الأجر لنا ولكم ولكل مسلم يا حي يا قيوم. وش تعني لك 300 ريال؟ 300 ريال نصرفها في عشاء ولا في شيء ما يسوى. وش رايك في 300 ريال تقدمها يطول العمر في مشروع وقف خيري وتكفل فيها يتيم ترافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار إليهما بالسبابة والوسطى. الدال على الخير كفاعله. إذا ما استطعت انشر.
حبوب الغلا هبي يا غيوم السما صبي نورت باسمها الشاشة يا طيور الفرح غني دامها يا جماهير الوفا طبتم وطبنا والله انكم في المحبة حبايبنا كل حبيبكم يا وين يا الهدف انتم اصعب رقم الهدف مكاسب من بعد يا بشرقت شمس الطموح وانفتح للمجد باب وانبعث للحلم ما شيء يجيك فوق طاقتك ليه تحامل عنها او انه بينقص من 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 مني انا شخصيا لا وقف اعطيتك احترامك قدرك اعطني احترامي قدرك سلام عندي طيب عندي دقيقه قبل الصبر والسيف خلينا بنسمع ان لم تقطعه تجري الرياح بما لا تجري بعلمك اسلم شفت كيف انا صدمتك بس بعلمك اوضح لك تقول صح يا محمد ان حكمتك نحلو ها السيف الصبر هو سيف. كيف؟ في مخباك كذا الحين في مخباك. حلو. في جديد. إذا وصلت إذا وصلت تتل السيف وتقول ما كم كم قد خليت لك واحدة ما تقص للرجال. فا إيش رأيكم في الحكمة؟ ممتازة. هل ستفق معي يا أبو جاب؟ أتكلم أنا. خلنا ندير الحوار والله أرسك بتاعي على عين. إلا إلا إلا. لا 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 شوف. إدارة الحوار موجودة باستمتاع ومتعة. أسلم. أسلم طيب. إيش تحدف علي علب؟ عندي ثلاجة تملوى فلوقة من خاعتك هنا. أسلم. نعم. أسلم. فش تشوف يا أبو جاب في هذه حكمة يا ولد ممتازة يا ولد. كان بيننا أنا وياه. إيه لأن كان ما متفق معه. طيب شكرا لك أبو درعة شكرا لك أبو جابر سلم بحليف. الظاهر الموضوع هزلي ولا الموضوع جدي يعني أنا جدي جدي ولكن إضافة الهزل من أبو الدنعة. شوف أنا والله إني باكت برنامج أبو جابر شوف دي جرح عورك لا أبو جابر أسلم بيرجع بيرجع أسلم يا ولد والله بعلم آخر واحدة اكتشفت ان ابو عزيز يقدرني و انا اسميه ابو عزيز احترم الحوار والله يجعل والله تكفى قالوا الواحد يصبر 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 يا شباب ما عليكم من هذا وفي الحلم ما ادري الرجال والشاهد على كلامي ابو جابر هذا الولد الشاطر ولا الشخصية قال اسلم ابو دنع اسلم يوه انا هو راقد فزيت من مرقدي جايني على كوعي وضع اسلم مرحبتين عندك شيء طيب عندنا هنا واحد بيقرمعنا ويعلمنا الصبر اسلم بحليه صبر هذا صبر يعتبر صبر هذا الصبر طب بقى المثال له قوه صبر ولكن شوف انا كنت اتكلم في الصبر انا ما خذيت صبر اول ما بديته انه الصبر على الاشياء اللي تجيك البلوى مع الله سبحانه في أشياء ما تقدر ما تقدر عليها وفي آية الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الصابرين ما حد قاطعك وانت تتكلم فلازم إنك تكون صبور في المشاكل اللي تجيك والبلاوي اللي تجيك مثلا مرض مشكلة موت هذه اللي يتكلم عليها إنه قوة الصبر فيها بس كالصبر مع الأوادم أو الأشخاص يعني إذا حد قاعد يضايق ولا يزعجك ولا يزعلك أكثر من مرة لا هنا توقف عند حبة أسلم بكبرص موضوع جديد أسلم توقف عند حدة لا تعال واحد اثنين ثلاثة إيش قصدك هنا قصدك هنا إذا الرجال ما تجاوب ما تجاوب معك قل له بكم كم كلام كم كف وانهى العلاقة معك أبو ملاهي خلص أنا ملاهي. قلت بتكلم قلت نادر مشكلة هذا الحوار إنك لا ما تكون ترفع يدك طيب شوفوا
الي اي الي اي درها عيد الصبر على لا لا دقيقه اي اصبر هذا النقاش وتدير النقاش الثاني الصبر على نفسك وعلى حساب نفسك ضعف اللي يتفق يرفع عيده على حساب نفسي ايه لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا ما نفسي لا نفسي حصيلة الأمر هو الاتفاق أن الصبر له حدود ولكن على حساب نفسك هو ضعف هذا شيء هذا السبحة عطاء لكن دقيقة هو نفس الموضوع عليه ولا لكن طال طولت الموضوع عندك الصبر يا أخي تخيل يجيني يقول انسى خير ما اخذ ممكن يا اخي والله اني جالس 88 يوم صابر عليك يعني هل مو بصبر تقول سود الله وجه الله صبر خلاص لازم هي حصل كذا شوف عزيزي اوقات الصبر يكفي اني 88 يوم صابر عليكم هذا مو بصبر شوف هذا بحد ذاته صبر شوف 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 ما هو صابر عليك حتى احنا صابرين عليك ترى لا لا تصبر ناكل كيف ها قلي صدق يقول يا اخي يقول احنا صابرين عليكم حتى احنا صابرين عليك واحد واحد يا اخي انا اسبح على نفس الاشكال ومسي عليه والله الله يعينك شوف صل على النبي والله يعينك اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا اوقات يعني في 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 مساله حتى الظلم يعني الواحد يصبر الظلم ما يرضى بها الرجال وقت يبغى له انقاسي عرفت ليش قال في الشطر الثاني والوقت يبغى واحد انقاسي لانه لازم تصبر في هذه المساله اكيد لان الظلم ظلمات يوم العرض الحساب من الموجب على احنا نصبر حتى شوف اوقات تكون يميل على حساب نفسك بس ايش لازم ترد والله بكم ترد ما كان ترد ترد طيب يا ابو مرعي قل لا اله الا الله صلي على الرسول ابي انوه كلكم موجودين على نقطه العزيزي يومك تقول لا جاك رجال يقول ويقول ويقول ما وقفت كان الله يكرمك يا ابو عشك يا ابو عشك احنا نستمع الحين الكلام يا ريت نحكي يلا انت اسلم 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 لا لا والله ما تكون يا ابو سعود بس بس لك سؤال بعض احنا نتدخل يعني صلوا على النبي خلنا رجع يتكلم بلا صوت اشبع انت العزيزي انت العزيزي ابو عشك انت العزيزي تقول لا قد فلان يتكلم يتكلم ولا يمزح يمزح ولا يقول يقول ابوقف عند حده صح ولا لا رحمك الله يا ابو طيب. انا قلت اعطني انا اعطيت احترامك اعطني احترام بيض الله وجهك زليت عليه في احترامي اه وقف بيض الله وجهك طيب بضرب لك مثال اسلم جيتك انا يا العزيزي وقلت لك يا فلان ترى فلان ابن فلان ابن فلان يقول فيك كذا وكذا 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 هذه هذه ما غير عن عن انت تقول اصبر عليها كيف اصبر عليها انا اخي ما علي منه هذا لمن اسمع اسمع انا لمن سكت انا صراحه صبر لكن لمن جاني هذا يهرج بعلومه ويفر علومه علي انا بأطرده ورفيجه اللي يهرج ذا بيض الله وجهه يعني شيء ينقل في القبا بقول بقول شيء ينقل في القبا علي منه ولا ادري صدقه من كذبه انا لمن جاني هرج الرجال ذا انا ما انا اللي جاني هرج وقال بالكلام ذا بقول اوقف عني حرج بي مدحني سبني مالك زوج ايوه وانا ما يلحقني شكه في رفيق اللي يتكلم انا ما انا لا سمعت من وجهه ذيك الساعه تكلم طيب هذه ما لها مجال صبر ترى يا مسعود كيف ما لها مجال وانت تقول لما لا قالك رجال كذا وكذا ترى كذا اي قول روح انا جاني عند حد جاني وعطيت حد قدره وغلاء عندي وقدمت احترامي له ولا قدم احترامي لي لا وقف لا مساله انك تقدم اماني هرجع عني مساله انك تقدم له طيب ويقدم لك رده او يقدم لك شيء هذه لا والله ما لها حد صبر انا طب انا كلامي كلامي كله لا كلامي هذا هو هذا اولا اي لكن لما جاء هرجه تنقفه ولا كلام القفه ولا هذا باب غير والله انا حزين غير عن الصبر وغير عن الكلام ذاك وانا وجهي حما قفاي ما قيل في القفه بس قلت له ما نمت انا لا صح ولا لا كلامي والصبر ما يرضى به الرجال والله واحد انقاسي والله واحد انقاسي وانا لو هذا البرنامج برعاية السيف جاليري آي ثوب للخياطة الرجالية آي أكلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة تمتع بالطعم الحقيقي للشاي
شاي ثلاث تسعات شاي عالمي. من أجدادنا تعلمنا فعل الخير، ومن آبائنا تعودنا على الأناقة. في كل عام نتحمس للثوب الجديد، وهالسنة ثوبنا من آي ثوب يزيدنا أناقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. في وقف بكة الخير ساهم معنا. ما نقص مالا من صدقة، بل تزد بل تزد بل تزد، في بكة الخير ساهم معنا. أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، قالهم من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقف بكة الخير في مكة لكفالة الأيتام ورعايتهم، كن من المساهمين معنا. نحن هنا أصحاب القرار. القرار يمر على أكثر من مرحلة، مرحلة القوة، مرحلة الحزم، ومرحلة الرحمة، ثم يصدر القرار. أي قرار يتم دراسته بالشكل المطلوب لا يتم الرجوع فيه مهما كانت المطالبات. السلطة العليا نقدمها بشكل تربوي، ونقدمها أيضا بشكل تعليمي لكل النسخ. نحن هنا نراقب ونتثبت ثم نعاقب. تأكد بإذن الله أننا مستحيل أن نظلم أحد. تخيل أنك تسعى على هذه الدنيا بدون لا أب ولا أم ولا مسكن ولا معيشة، فجأة ربي يسخر لك ناس يوفرون لك المعيشة والمسكن وتعيش حياة هنية. الله يجعلنا وإياكم من يسخرهم لهذه الفئة العظيمة. إحنا اللي في حاجتهم، هم ما هم في حاجتنا، فإحنا لازم نكون يد واحدة ونوقف معهم. والرسول اللهم صل وسلم عليه يقول: إذا مات البني آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أحدهما صدقة جارية. فالله يجعلنا وإياكم ممن يقوم بهذا العمل خالصة لوجه الله. من أعظم الأعمال اللي يحبها الله سبحانه وتعالى ويجلها هي الصدقة. ما بالك لو كانت الصدقة في أعظم بقاع الأرض، في مكة. مشروع بكة الخير تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة قدم لنا هذا المشروع لنكون مشاركين. الله سبحانه وتعالى يربي الصدقة كما يربي أحدكم فلوه، حتى تصبح يوم القيامة كجبل أحد. الله يجعلنا وياكم المتصدقين والمتصدقات. يعطيك مسرحيه ويدربك عليها، سوي مدقه وحركات. ليش قال؟ لا الانشاد يسجلون يعرضون جاهز، مؤثرات معدل مهندس الصوت ياخذ مركز. لا لا كتاب وحركات، سوي مثقف. وش في ذا؟ ابغى راسنا خليه يرقص. مريض انت؟ وش فيك انت نفسيا؟ الله يوفقك. كتاب فهد معيان خذها مني. لا عليه اللي صوروا فيه جاء زيدان خذ قالوا ممكن صور. قلت عادي لا نط عليه ما قرأت شيء. صوروا الكتاب الفهد؟ ايه جاني قال لهم اعطيك كتاب عشان تقرأ. ليش لاقيه طاح نسير المشعر؟ يا اخي مو سالفة بديح بس يا اخي كلنا طفشانين. قلت له قال اقول الله يشغلك، روح تعايش لحالك. اقول لا تنافق علي، ماني بلي دار انا لا الطم. خلاص حد انتوا يا روقونا. احد يقوم يتقهوى بسؤال زينه جبتها. طرائف الأصفهاني في كتاب الأغاني. نطلع نتمشى نفرفر شوي نحوط بس مشكلة ما عندنا سيارة. شوف إذا على السيارة موضوع هين، بس هي يفكر من كاميرات المراقبة.
يوم تبون تطلعون صح؟ أوريك رجلي هلا اب تمام المفروض ما يكون كذا تفو تفو يقول تفو تفو كسيه كيف تفو تفو هات اقرا صوت عالي ايش اسمك كتاب تبي تطلع فاصل كيف ما انت تطلع فاصل احسن من ايش تبي انت اه وصلت تيشرتين من عندك شيء ولد ولا تفوت والله تفو تفو باسمي وباسم يقول هم أعيد مولاتي ومولاتها هم وابنتها بعودتي المصطفى قدها أبطت عليك قدها ما خاب إلا من رب العالمين قدها قدها خم 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 قدها قصيدة ونقراها أنا وياك ونشوف من اللي يتقنها أكثر تعال 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 تكفى 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 لا 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 تكفى 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 ركبتي تكفى 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 ارفع ليه تكفى 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 ارفع لا 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 سلامات وقف التصوير وقف التصوير تكفى ركبتي والله بغيت طق الرباط تكفى بغيت طق الرباط تكفى يا بحيف الوضع لا يطاق يعني في القريه نصب نصب الى متى الصبر الصبر بس لا تصبر على حساب نفسك ايوه على حساب نفسك انت اللي تقولها تا تام على الرجال والله يبيك 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 في نجد العاديه بالرياض وبالعليا وسكان حط الرباط الجانبي تبنس ايش ممكن ارحم كاني ولا ايش